هذه مرة طول الله عماركم والسلامة، كانوا هم يا جيرانهم كالأخوان، يا سلام، ولا في شك. ويوم من الأيام راحوا من قبل سابق موعد ولا سابق نعرات بينهم ولا شيء، وتقابل ولد المرأة ذي وولد جيرانهم وجارهم، وحصل الشيطان وقتله. الله. ولما قتله تبرى الشيطان في وقتها. من يلجا له؟ من يستجير به؟ ما ذكر الا جارتهم نوره من كرمها ومن عفوها. استرجع بعد الله. ما الله ما الرحم، تبرى الشيطان. وانه ياخذ عياله وامه ويدخل عليها، قال يا نوره انا جيت قتلت ولد، واليوم أنا داخل عليك أنا وعيالي ووالدتي. قالت قتلتها؟ قال قتلتها. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ادخل ولو ولدها موجود. قالت يا فلان ترى فلان وعياله في وجهي مرة. ما شاء الله. والله إنكم ما تسوون بها. واتصلت على أخوانه الثانيين وبلغتهم. قالوا يمنا أجرنا من أجرتي. يا سلام. اتصلت على الشرطة وجو الشرطة وخذوا الجاني وجو القبائل وقبيلتها وكذا. قالوا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، هم هي وعيالها وابدا جيراننا يبقون على ما هم عليه وابد، وفي بيتهم والقاتل بيننا وبينها الله وحكم الشرع. وسنة وأربع شهور وفي رمضان هذا يصدر القصاص، حكم القصاص. ولما صدر وقده بيديهم وجاء ليلة العيد، قالت الولدها اتصل على جيراننا وعيديتهم، والله ما نعيد، نفرح وهم حزينين ونحن معتقين لوجه الله، لا نريد لا رياء ولا سمعة. وبذلك هفت القلوب من أقاربها ومن كل الناس، من قحطان ومن ياب إلى يومك هذا. والمبادي عليهم لأنهم عفوا وحطوا سنة في أيام كثر فيها في وقت فضيل بعد، لا كثر فيها المتاجرة بالدم. اي الله الله. نعم. ثم بعدها في هذه الأيام والجزيرة مليئة ولله الحمد، ومملكتنا والعرب والشيعه بين القبائل، نلقى أربعة يعتقوا لله سبحانه وتعالى، ثلاثة منهم في ساحة من بني بجاد اللي هو على أساس لا، لكن حنا نقول كل الأنفس أصبحت مسرورة الحمد لله مذ قررت، اللي هو حسن بن سعيد بن شطر العفو البجادي الشهراني، وهم جايين بني بجاد يباركون لهم بهذا العتق وهذا الأجر العظيم، ويتنازل عن قاتل ابنه ويعتق لوجه الله سبحانه وتعالى. يا سلام. ثم يعتق سلطان بن فيصل القشيري الشهري عن قاتل ابنه. يا سلام. ثم يعتق فهد بن عيد السمحان السلماني الشمري عن قاتل ابنه. فجزاهم الله خير وجعلوا سنة للناس في العفو، وأهل الخير موجودين. ولا ننسى أن واحد من يام أورد قصة هال المرأة المباركة في العفو عن القتل، ثم ذكر في زمان قبل 50 سنة أن محمد الجذع اعتق عن ولده اللي هم نالك ناد من قبيلتنا قبل 50 سنة لما قتل جاره ابنه في جوه قبائل عبيدة، وقالوا يا محمد الأمر عند الله ثم عندك. قال والله يا عبيدة لو أغديكم ما توزع عليكم حلال، لكن غداكم اليوم مهدي وهو ما عنده إلا الله ثم هو، وخذاها الله سبحانه وتعالى. والكرم موجود ولله الحمد والمنة.